خويا مع الخوش مع حسن ومع الدراري. حسن كده خويا كل شيء وداك مزيان. احنا مع عبد الله ومع الدراري انوار خويا الدراري والدراري اللي ربحوا معنا اليوم. راه الدراري هما الكومنتار الاولاني ياك هتشوفوا صوروا الاخوان هذا هو اللي جا الاول من جديده تحياتي للناس جديده ها هو اللي في 132 واكبر وحده هذا هو اللي قلنا خويا حسن اللي تلقى ولا تناموا عيونو حنا تناموا خلينا نمس عيونو جبنا هذا هو الكومونتير ديالك المقوله ديال من المقوله ديال خالد الاول الله يبارك والاخ الثاني مع واش مدينه الجائزه الثانيه ما نذكر عطينا يعزل عطينا يعزل اللي بغيت اللي بغى واختار تبارك الله واحد الذكر ديال الدامبو وخدار في الفومين ديال البلاكار يعني هذا حريفي راه ولده عنده قول لهم على الحوت اللي ولد خاطش ما عنده جوج ديال الكومباتو لمده شي اسبوع فرقات ليها السنين اللي فاتت الثاني خاطش ما عنده شي اللي فرقات ليها دابا باش عندي شي شويه مفرقات الله يبارك اخ اش مدينه معنا الله اش من مدينه ما ادري راه في كازا مديولا حتى شي خو كاملين هذه المره الثانيه اللي كنت باش نشكر الله عز وجل ونشكر المشاهدين اللي داروا لي كوم لي لايك نشكر بزاف المشاهدين اللي عاونونا الله يعطيك الصحة 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 الله يعطيك الله يبارك الله يعطيك الصحة الله يبارك حسن هو يقاد لي الاكواريوم ديالو باش يديها ان شاء الله وكل شيء تولع مع خويا حسن والاخوان كاملين الله يبارك اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على السلام انا قالوا ما جدوا حبيت الله انا على المنظمة في رسول الله ثم الشرفاء ثم اهل الوفاء كل شيء تولع الله يبارك الشات اللي جاك معنا كده خويا مزيان هاني كلشي بخير اش بلاصه كنا فين نواصل الدر والله يبارك سبحان الله العظيم راه تا هو فاز معنا المسابقه الاخرى وسبحان الله فاز جا هو الاخر جا ملي كنا نزلنا من 50 طلع هو النوبه تا هو جا هو الثاني كما قلنا خويا حسن هو اللي ربح معنا هو اللي ربح معنا الجائزه والصحه والراحه ها هي ديالو الله يبارك الانسان طيب اش كتبتي اش كتبتي في الكومنتير تبارك الله ما شاء الله على الاسماء تبارك الله هو شكر الله سبحانه وتعالى عطاه الله مستر والصحه والراحه والسهل وعموما الجوائز ان شاء الله المره الجايه والمشاهدين شنو تقول لهم شكرا للدراري اللي دعموني كاملين داروا لي لايك شكرا تحياتي الاخوان كاملين وراه حسن ما كراش كما قلنا يربح كل شيء ولكن ما كل مره يستافدوا الاخوان ويتولعوا داكشي اللي كاين نشوفوا دير دوار نشوفوا الحوت اللي كاين خويا جديد ونتولعوا ضروري شي حاجه تكون جديده ونشوفوا ندخلوا الناس صحاب الحوت تاع المبارك جولد فيش كاين شي نويات زوينين واحد لاكوي تبارك الله صنع لي زواري وكانوا الناس طالبين عليه بزاف منو العدد يلا جاو غادي نطلقوهم ونشوفوهم نبداو بهم اخويا حسن نبداو لهم التلسكوب نبداو بهم نبداو بهم التلسكوب هذو التلسكوب هي فيزيتا شنو تلقاو مع حسن هذو تلقاو على بركه الله في الدور يعني الله يبارك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عشاق تيت دو ليون والتلسكوب تلسكوب باندا عند لافوال ديالها بحال شي بابيو من الله سبحان الله الصحة ديالها راه تبارك الله جيدة وعندنا من العادات دابا الياس يوريكم الفيديو العدد اللي كاين اللي بغى العدد راه كاين العدد عشاق الاسماك جولد فيش الوينات
هنا حسن شحال لك في الثمن؟ خويا 40 درهم هذه. تلقى 40 درهم اللي عجبات شي حاجه. انت خوتي بالنسبه للتلسكوب جميل الالوان، كاين التلسكوب بلون غري نوار روج مخلطه، المهم جميل الالوان التلسكوب كاين. سام الوينات كيما قلنا انا ثمن واحد حسن. ثمن واحد اللي بغى تيدو اللي بغى التلسكوب الله يسخر ليه. حسن ندوزو هنا للمولي. المولي بارك فيهم هاد لاطاي هادي. الاسم ديالها مولي غوندون بلاك ومخلطين معاه شي حاجه ديال المولي بالوني. هي معروفه عادي المولي بالوني بحال هكا فيهم شي سياسات بحال هكا اللي بيها فيهم الوينات الله يبارك. وهنا راه فيهم لي بال اللي سميتهم اللي بغى يخدم واللي بغى يتولى كل شيء كاين. هنا حصل ثمن واحد 20 درهم. شوف 20 درهم هنا البياسه 20 درهم. ندوزو حسن على اللي فات. اللي فات خويا الوينات ديالو الله يبارك راه فيهم الليمونير خضار هاد الوين هذا الله يبارك. والله طايره طايره كبيره تبارك الله. والكونتر فوال اللي فات الله الله الخوت الياس سبحان الله كاين واحد الفوال لاطوي ديالهم كبار. هذا اللي فات شحال حسن؟ تندير لهم 20 درهم هما هاد المولي هنا المولي هنا فين هو هذا تا هو 20 درهم 20 درهم راه فيهم تما الكونتي فيهم العادات فيهم الكونتي شي تيبغى اي حاجه راه هنا الباربي. بالنسبه للباربي الباربي هذا الشيء بقى بقى بيسه صغار 15 درهم هنا في الطوب 15 درهم. كاين هادو اللي هنا حسن هادو اللي كبار شويه غنديروا لهم 20 درهم ديال 50 الباربي هادو هنا 20 درهم كيبقاو نديروا 50 هادو اللي بالانسيور هادو اللي بالانسيور 35 35 درهم. هنا راه باقي شي كاسات فروكا عندنا تما الدولار فروكا نيفو وكاين الدولار باقي الدولار تما لا بلوس هنايا هذيك لا بليم لا غوس نحرك ديالك راه وقيله المشاهدين ديالنا راه ما شافوها لا طاي ديالها كبيره حيت هي كتخبى هي من الاسماك من الاسماك اللي كيعوموا بالليل بالليل عاد مشات تخرج الشعوم. اي اخويا الياس هذه شحال لا بليم؟ اخويا ديك لا بليم غنديروا لها 90 درهم 90 درهم وكاين الدولار دولار بحال هذو هنا 35 درهم 35 روكان 1000 ريال الروكان راه ما بقاش بزاف راه بقى شي 8 50 درهم حسن هنايا لي كويس انا لي خويا فوالي الخير ديال مولانا ها هو نار الحد اللهم الله يبارك عندي شي بواسان بغا العداد عطيو السلعه ديال برا هانا انا خايبيها شوف لي هادي سبحان الله العظيم واحد طيب الدنيا عجيبه حتى هي كاينه الثمن ديالها طاي كبيره الثمن زون شحال كتبقى طاي الدنيا؟ غنديرو لها غير 70 درهم 70 درهم طاي ديالها غليظه والكوي هنا نوار الكوي نوار خويا الياس غنديرو لي تاهو 70 درهم البواسون جون هنا عندنا فيه جوج طايات في الكوي نوار في طاي صغيره في كبيره نفس الثمن ولا لا كاين واحدين ديال 60 وكاين الكبار 70 درهم 60 وكاين 70 70 ولي بواسون جون بواسون جون الياس هما عندهم فيهم طايق غليظه وكاين يخصموا لي 20 درهم رزقهم هذا رزقهم بعد الدعاوي الخير جا رزقهم وافي شو دي فوالي كي دايره وافي هو الياس اللي بغات تبارك الله العدد ب 150 200 كاين العدد راه ما كثروا عندي الناس ولا تنجيب لكم هذاك الشيء بالزيت فاصيلات كاين هادو فين كحل هادو سيفريون جون الكتريك هذا سيفريون 35 وهذا اللي طلق شي دابا هذوك يا ربي الخير رامي ريزي رامي ريزي هذا اللي رامي ريزي وهذا تيقولوا لي بواسون باراديس باراديس كتشوف لي لاكوي ديالو باقيين معايا يلاه طلقناهم باقي ما تلقاهاش منهم فين لاكوي ديالهم حمراء تكون هما ارجنتيين بحال هذه بحال هذه مازال غتولي لاكوي ديالها مازال غتحمر
هادو الثمن او ظريف كيعيش مع الدوسليز يعيش مع كل شيء 20 درهم هادو الثمن الثمن زعما حسن دوزو لي كومباتو دابا نتولاو فيهم حسن طلق شي وحدين جداد الله يجيب شي راس هذا فون حمر هذا فون حمر فوالي هذا الزرق من العاديين هذا خوتي هو اللي قلت لكم شي حاجه اللي نادره ما شاء الله عليه السميه ديالو بريطانيو كوي انا تيقولوا لي الكوي حيت فيه الشكل ديال اللون ديال الكوي هذا وين هذا حسن هذا فيه الكحل والبلو الله يبارك الكحل والبلو شوفوا وين زين كيشوف في المشاهدين وي عندكم تقول لكم انا راه قبيح هو الساموراي هذا يكون صحيح هذا الصحة عنده أكثر من الكومباتو كامل وتبارك الله كيف الكوبلا هومو ديالو راه غير غير يعني تي غير تيصدق تيعصر نتوما بالزربة يبقى مقابل البيض كلشي فيه زوين الأثمنة هنا حسن وي هادو حنا ما كيف قلنا عندنا البيمة من المشاهد ديالنا هو الرباح علاش حيت درنا واحد الكمية ما كناش متوقعينو أنه غيجي ولا تيجي عندنا يعني كنسالوني كلشي 80 درهم غنحسبو لهم هادو تمام ديال الأخوة هادو لينا حسن هادوك العادي اللي غنحسبوا له ديك العادي غنقصوا عاوتاني 10 درهم نهار الخمور 60 درهم 60 درهم 60 درهم نهار الخمور عندنا هادو 80 درهم الطفارات هذا شي حاجه انا راه عندي فيهم العاده المهم فيهم شي الوان زوينه وغنعزم الناس كوبلاش مالو فهمي عندنا الطفاره هادي اللي الاسم ديالو نهار الخمور دامبو هو الدامبو هادو لاحظتوا خوت ديالي هذا راه مخلط فيه الالوان جوج الوان فيه البلو بحال اللي داخل فيه الصفر والنوار مازال ملي كيزيد تهلا فيه الماكله وداك الشيء تيزيد يعطيك يزيد يعطيك مزيان هنا هي الهالف مور هذو الهالف مور راه عندنا فيهم الوان واشكال الصحه ديالها مجيده هذا الثمن حصل خويا الهالف مول دابا غادي يسر مع الناس يسر ولا تيسر 60 درهم الا هادوك المولينات اللي جداد هادوك دراني ما 80 هادي 180 درهم ولكن هي 80 درهم شوف معايا هذاك ديال اللور يلاه غادي يعني الانسان ملي تيجي عندنا راه كيبقى يعزل على خاطر تولى راه موجود خير الله يبارك هذا تبارك الله خويا الياس هادو اللي دامبو دامبو فوالين هادو واحد الشكل ديالهم تشوف فيهم دامبو سبحان الله فوالين بزاف لا لي ماجوار لا لاكوي اللور كل شي فوالي فيه كملوا في ذوك اللي لها حصان ايه مرحبا السي الياس الله يبارك كاين شي يقول لي بلاكات كول كيسالو بلاكات كول هادو الهالف مول الهالف مول هذا هو جميل اخويا الياس لافوان ديالو اللور راني شفاف حيت كل لون عاطي الله رائع سبحان الله رائع الله يبارك الناس اللي تيقول لك ما شفناش الكومباتو بغينا نشوفوا الاولاد نشوفوا واحد بواحد احنا نمشيو معاكم دقاو دقاو اللي بغى شي حاجه هذا الكومباتو هذا الله يبارك سيروا لي مع الشوفه اللي هي الزوين نجمع الدم انا قال لكم واحد فوق واحد وسط واحد اللي بغى شي حاجه الف مرحبا به هنا قلنا هادو 60 درهم صافي حنا درنا لكم ثمن جد معتبر باش نيسر مع خو الياس خويا طلع طلع الفوق هاد اللون هذا عاجبني سبحان الله العظيم سيرنا بخير سير خو الياس اللون شفاف سبحان الله العظيم اللون ديالو شفاف هذا فيه واحد الكولور سبحان الله زوين واحد ينسيك واحد عشاق الطفرات السوداء
كاين العشاقه ديال هاد الصفر كيقولوا ليه الجول شي حاجه زوينه هادو ديال الناس ديال الرخاص هادو ديال 25 درهم صافي 25 انا خويا الياس نمن كتابه هذه المورا هذه تبارك الله رايح الياس والثمن الناس هذو كيبيعوهم بالفريح حنا كنديرو لهم 20 درهم شي على شي صغيره على كبيره الله يستر الجميع الله يبارك كل شي فيها عزيز عليها عزيز عليها حياتي كويس فيها والله الا جا عندنا البارح جات قدامنا عزيزنا بالله وتيتسطى حتى الاكواريوم معمره في الدار في الشركه تبارك الله وكيزيد يعمر كنقول له واش كتبيع وشري شري واش تمسطي ولا مولوع حسين جوج شري واجي عندي البارح شوف هنا يا حسن الثمن هذوك خويا درنا لهم 20 درهم بحال صغار بحال كبار بحال بحال اللي بغى شي حاجه بغا كاينه الصغيره وكاينه الكبار نعم على حساب الواحد واش كيفضل كاين كيفضل الحوت الصغير وكاين كيفضل الحوت الكبير على حساب الاكواريوم عاوتاني هنا قلنا الثمن واحد حسن ثمن الله يبارك الله يبارك حسن كيما قالنا حسن العدد الكوميتر هنا هذا جيبو جون بوسو غول هذا داير لنا 20 درهم ولكن الجماله سمعوا الجماله سمعوا راه على قولكم كنجيب العدد انا هذا غنحسبوا الجماله انا ب 15 درهم هذو فوق 50 زين اللي فيه 10 غنحسبوا الجماله الله يبارك جميله اخرى تحياتي للسين غير والجميع النون واحدين الغرب نواحي الشرق كامل خوتي المغاربه تحياتي لكم وهذه الميساجات الزوينين ديالكم تحياتي مليون السمر كيجي ياخذ عندي ديك الخوت كامل والله الا كيجيو عندي تقول لي انا راه مسيفتني الياس انا راه صاحب الياس انا راه هادي خوتنا كامل 15 درهم جمله يزول واحد 15 درهم والشعار ديالنا حنا خوت بلا حوت الله يسخر الجميع راه فيهم النوان صفر المصور هذا الله يبارك والله هنا الكوي نوار كوي نوار كوي نوار كان تدو ليو تدو ليو الله يبارك والكوي نوار فيه العدد اللي بغى الكوي نوار ألف مرحبا هذا تقريبا شحال فيه من سنتيم حسن بالنسبة للطاي الناس كيسولونا نيت على الطاي خويا هذا فيت 14 سنتيم الله يبارك فيت 14 سنتيم والسمية ديالو كوي نوار فوالي هذا فوالي كيزيد يكبر كشر بالنسبه للناس اللي عندهم لي باسين هذا اكثريه الناس راه كيسولوا عليه راه تبارك الله كاين العدد اللي بغى العدد الف مرحبا وبالنسبه للصحه ديالو تبارك الله راه جيده وبالنسبه للمعيشه ديالو كيعيش غير في المبارد يعني اللي دار ليه المسخون يعيش واللي عنده غير المبارد اصحح حوته الناس ديال صحاب لي باسين الناس صحاب لي كاسكاف راه تبارك الله مخير شوف شوف واحد الحيده ما شاء الله فات ليموني والكحل راه مشات واحد راه ما شاش فواحد الكولور زوين سبحان الله انا نحركهم شي يبانو الناس تبارك الله العدد اللي كاين كاين شي 200 بياسة الله يسخر الجميع اللهم بارك سلعة ديال المبارد هادو هنا حسن الثمن الوحدة خويا هادوك لي كوي غنديرو ليهم 60 درهم لي كوي كيبقاو 60 درهم وكاين هادو كيما قلنا تدو ليهم هادو اللي تدو ليهم كيعيشو معاهم طاي كبيرة الله يبارك فيهم تم اللوينات فيهم اللوينات فيهم العدد زوين الله يبارك
هادو بالكحل والحمر. هذيك لو كوي خوتي طاي كبيره راه كيبيعهم 100 درهم انا داير لهم 60 درهم كيبقى السيد راه اه الكليان ديالنا اصحاب القناه العشاخ ديالنا لكن وعدكم ديما الهوته والجديد كوي هما كيما اه ولا فوالين كبار 60 درهم وتدو لي حسن خويا ديك تدو لي 80 درهم اه حتى هي لا طاي غليظ هذه غلط من الاخر اللي عندي اللي صورنا قبل منه غلط مني هذه شويه فيهم تما الوينات فيهم اللي حمرين فيهم الوينات انا جيب حمر بالكحل هادو حسن تدو اليوم هادو كنا قلنا اليوم 80 ولي كوي 60 اللي تدو اليوم 80 ولي كوي 60 درهم ياك راه مليا خا الياس تبارك الله اكواريوم كبير اكواريوم فيه شي 2 متر ونص هي فيهم هما فيهم الخزي فيهم هذوك الاورونج والنوار فيهم العيس راه هي الفوق فالفوق ديالها الابيض والاحمر تبارك الله هذيك اللي زرب الاول نعطيوها ليه الكوماندا كوماندور الاول كان واعد توصل عنده او تبارك الله بالنسبه لي فوال ديالهم راه فوال كبار الصحه جيده غير المبارد اللي بغى يكبر اللي بغى يديكوري ندوزو نشوفو الاخرين غنشوفو الاخرين ان شاء الله خاصنا نشوفو كاين هادو فهاد الحجم هنا كاين تلسكوب كاين تدوليو الله يبارك الويلات وتا هي اللهم بارك العداد انا السلعه الزوينه كنجمعوها على قبل الناس الزوينين كنخليوهاش الدور عند اصحاب الاحتكار والله ما الدور عندكم عيد الله والله يسر الجميع اللهم لا حسد اللهم لا غير وبالنسبه لخويا خليت اخويا الياس كتقول لي ديما اشرح للمشاهدين كل شيء المعلومات على هذه السمكه هذه اخوتي كاينه سميتها التلسكوب كاريكو التلسكوب كاريكو شكون بحال بابيو ماشي ديك التلسكوب العاديه هذه التلسكوب الصحيحه اللي تبارك الله صحيحه ما كتموتش وبالنسبه للصبر ديالها كتعيشها في المبارد راه كتريزيستي ما تخافوا عليها راه فيها جميع الالوان شو شويه اللوينات كاينين اخو الياس شو سبحان الله العظيم راه تكون فيهم بحال النوار والديكرادي وفيهم الاحمر والكحل هذا اللي عندها مواليها التلسكوب هذه اصلا كتبغي تعيش مع الحوت اللي ظريف ما تعيشش مع الكيبي ولا السيكليدي ولا المولي لا مع الكوي مع الفوال دوشين مع تيت دوليو سارازا حسن التلسكوب هذا شحال؟ خويا غنديروا لهم واحد الثمن زوين في متناول الجميع 40 درهم بحال بحال هاد الطيب دوليو بحال تا دوليو بحال بحال راه الطاي ديالها ماشي لا طاي صغيره مويان تقريبا السنتيماج في الريال فيها شي 8 حتى 10 سنتي فيها تبارك الله لوينات وشكيله شي شوري كبيره سبحان الله العظيم كاينين اللي بغى شي حاجه كيف العاده راه نعزلوا ليه والحمد لله اليوم عندك 2 و3 كاع صحاب لي فريزو راهم ما يقولوا كلكم اصحاب لي فريزو اللي ديتو عندي السلعه قول لهم كيوصلاتكم السلعه الله يسخر ليكم واللي بغى شي حاجه الف مرحبا ونيسروا معاه